السلام عليكم. عارفين برنامج منبه الذكرين اللي بنزله على الموبايل او على اللابتوب، وبعدين كل شويه يفكرنا نقول سبحان الله الحمد لله؟ احنا هنعمله، بس هنعمله على جوجل شيت. الشيت العادي ده خالص، ده جوجل شيت، لما ابدا اكتب فيه كل فتره يطلع لي رساله بالتسكين لا اله الا الله. طبعا انت بتحدد الرسائل وبتحدد احتماليه ظهور، لا حول ولا قوه الا بالله، وهكذا. تعالوا نعمل الملف ده مع بعض فروم سكراتش، يعني نفتح جوجل شيت فاضي خالص، وازاي نحوله لمنبه ذاكرين بالطريقه دي. الهدف من الفيديو يمكن يكون شويه فاني، لكن الكونسبت او المبادئ اللي هنشرحها ممكن انت توظفها بعد كده في حاجات في البيزنس. يعني نبدا بسم الله. اسهل طريقه عشان اعمل شيتس جديده ان انا اروح لشيتس دوت نيو من اي براوزر. انا اعمل لوجن على الدرايف في، هيفتح لي سبريد شيت انتايتلد، انا هغير اسمها لاي اسم مناسب، وليكن انا اسميها اذكار. انا دلوقتي عندي سبريد شيت عادي خالص، انا عايز اكتب كود. الكود ده كل فتره من التعديل على الملف يطلع رساله بشكل عشوائي، فهروح تولز سكريبت اديتور. سكريبت اديتور بيعمل بروجكت برضه، هو ان تايتل بروجكت، انا هغير اسمه دي اذكار مثلا، رينيم. لو سبته بنفس الاسم مش هتحصل مشكله. هو بيعمل لي فانكشن اسمها ماي فانكشن، فانا هغيرها لاون اديت. اون لازم الاو سمول، ولازم اديت الاي كابيتال. اون اديت بيلت ان فانكشن بتشتغل مع تعديل الملف. انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل رقم عشوائي يتم توليده في كل مره انت بتعدل الملف، وبناء على رقم من الارقام دي طلع رساله. فاول حاجه انا هستخدم راند. انا ما عنديش راند هنا، يعني احنا في الاكسل، في الاكسل العادي خالص عندنا راند وظيفتها ان هي بتعمل لي رقم عشوائي اقل من واحد، يعني من اول صفر لغايه 0.999999. في الاب سكريبت ده جافا سكريبت، فانا هستخدم ماس ام كابيتال دوت راند دم. طيب ماس دوت راندم هتطلع لي رقم برضو ما بين صفر وبين صفر دوت 999، فانا عايز الرقم ده لغايه اربعه مثلا، يبقى هضرب بس في اربعه. المشكله ان الرقم ده هيبقى فيه كسور، يعني لو جينا هنا وضربنا ناتج راند في 4، معنى كده ان انا بقول له عايز رقم من اول صفر لغايه 3.99999، بس هو لا يزال رقم فيه كسر، فانا عايز الرقم ده رقم صحيح. في الاكسل العادي بنستخدم انت، على جوجل شيت احنا جافا سكريبت فما عندناش انت، لكن عندنا ماس دوت فلور، فانا هحط ماس دوت راندم جوه ماس دوت فلور، يبقى ماس ام كابيتال دوت فلور جواها ماس دوت راندم مضروبه في الرقم اللي انا هبني عليه الاحتمالات بتاعته. كل ده هحطه في فاريبل. الفاريبل ده انا مش هعمل عليه تعديل اثناء الكود، فهخليه كونستانت واسميه وليكن اكس. يبقى اكس هنا رقم من اول صفر لغايه 3، ليه؟ لان انا عامل له ماس دوت فلور، هيبقى رقم صحيح. طيب وعايز اعمل فاريبل تاني ده يشيل الرسائل، يعني ده ممكن اسميه ام مثلا. الفاريبل ده نوعه اراي، فهفتح الاراي بالسكوير براكتس وهقفلها بالسكوير براكتس، واجي هنا في النص اكتب الرسائل بتاعتي. خلينا بس نعمل تاب كده عشان يبقى شكل الكود منظم. تو كود الرساله، وليكن مثلا اعمل تو كود تو كود بس الاول، كومر تو كود تو كود كومر. اخر رساله هشيل منها الكومه، وهقرب بس القوس ده قوس الاغلاق، وبرده من باب الفورمات هعمل تاب كده شويه عشان يبان شكل الايه الاري. يبقى انا عندي اري فيها 5 عناصر، معنى كده ان الاري دي بتبدا من 0 ل 4، فانا عايز فاريبل تاني يحسب لي بشكل عشوائي اي عنصر في الاري، فنفس الكود اللي هنا ده هو هو، اكرره تاني بس مكان اكس وليكن واي مثلا، سوري، وهخليها لغايه 5، ليه هخليها لغايه 5؟ عشان تكون نتيجه من اول صفر لغايه 4. طيب انا كل شويه هزود الاري دي، فانا مش عايز هنا رقم ثابت، فانا مش عايز هنا رقم ثابت، فهقول له
ام دوت لينث. يعني خد طول الاراي هي طولها 5 اضربه في راندم اعمل له فلور فيبقى النتيجه من 0 لايه؟ ل 4. طيب انا دلوقتي عندي في الحاله دي عندي اربع احتمالات لاكس اللي هم من اول صفر لغايه 3، 0 1 2 3 اللي هو اربع احتمالات. انا هختار الاحتمال اللي اطلع فيه الرساله، انا هقول له مثلا كل ما تكون اكس تساوي 1 يبقى انا عندي احتمال من 4، لو اكس تساوي 0 او 2 او 3 مش هيحصل حاجه، لكن لو تساوي 1 ريتيرن براوزر بي كابيتال دوت مسج بوكس الام سمول وبوكس البي كابيتال. المسج بوكس دي عباره عن ام اللي هي الاراي بتاعتي بناء على الرقم واي. طيب نجرب كده. طيب علشان نقدر جوجل شيت يتعامل مع الكود بتاعي هنحط الكومنت ده في بدايه الشيت ان هو اونلي كارنت ديجري، يعني الكود ده هيشتغل بس على الشيت ده، ولما نعمله ران ويطلب البرميشن هيظهر معانا الالاو. الاول ما كانش الالاو بيظهر، فانا دلوقتي اقدر اعمل الاو عشان اسمح للكود ده انه يشتغل على الجوجل شيت بتاعي. طيب انا بس عندي غلطه في الكود ان انا استخدمت ام قبل ما اعلنها، فانا هعمل لها كات وانزلها هنا بحيث ان طبيعي ان انا اعمل الاراي قبل ما استخدمها. تعالوا نعمل حفظ للكود وبعدين نجربه كده. في كل مره يطلع لي قيمه اكس، واذا كانت قيمه اكس بواحد هيطلع لي الرساله. طبعا انت بتحدد، يعني اصلا المفروض ده ملف هشتغل عليه فتره، فكل فتره يظهر الرساله. انا عندي اختيارات من 0 ل 4، اذا كان واحد هتظهر رساله زي ما انتم شايفين. تقدر انت تزود. تعالوا بقى نلغي دي، احنا خلاص فهمناها دي بتعمل ايه، دي بس بتخلينا نتاكد ان الكود شغال، لكن انا مش محتاجها في حاجه. انا عايز الكود يشتغل ده كتير جدا، يعني انا عندي 0 1 2 3 عايز الكود يشتغل مع 0 و1 و2 و3، يبقى هلغي الاف اخليها دايما ريتيرن. يعني لو لغيت الاف دي مع كل تعديل هتظهر الارسال اهو. طبعا يعني هيبقى انوينج شويه ان انت هيبقى حاجه تضايق ان انت كل شويه تطلع رساله، بس على حسب السؤال اللي انت عايزه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.